دايما هتاف بيردده الجمهور المغربي واحد من اعظم الهتافات في تاريخ كره القدم. بعد اي انتصار يحققوه تلاقيهم بيقولوا هذه البدايه وما زال ما زال، اللي هو احنا تعادلنا مع كرواتيا وكسبنا بلجيكا وبقينا اول مجموعه، بس استنى ده هذه البدايه وما زال ما زال، كسبانين اسبانيا بطله العالم قبل كده وواحد من الفرق المرشحه للفوز بالبطوله، طالعين من الملعب هذه البدايه وايه وما زال ما زال. دي يا جماعه بينسف العقليه العربيه بتاعتنا، اللي هو بعد اي انتصار نحققه اي انجاز كروي نحققه على طول يجي لنا حاله كده من الخمول والكسل ونفكر ان احنا عملنا انجاز حياتنا. يا ريت كل الفرق العربيه تتعلم الهتاف ده، وكل فعلا الجماهير بعد اي انجاز كروي نحققه نقول لفريقنا ونقول للمنتخبات اللي بتلعب باسمنا هذه البدايه وما زال ما زال.